القاعدة الثالثة أيها الأخوة الكرام، ضرورة تكوين حال التقوى في أنفسنا في جميع أحوالنا، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما كتب يوصي الأجناد أمرهم قالوا عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، قال فإنها أعظم العدة على الحرب، قال وكونوا أخوف منكم من ذنوبكم منكم من عدوكم، ذنوبكم أخطر عليكم مما أعد لكم الأعداء. ثم قال وإن استوينا نحن وإياهم في المعصية كان لهم علينا الغلبة بالعدل والعدة. فالمسلمون يعني لا يغلبون في الأصل، نظام الإسلام أنهم لا يغلبون بالعدل والعدة، مع ضرورة وأعدوا لهم ما استطعتم، لكن الأصل الغلبة بتقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يكون هذا الإنسان المؤمن في صف الله وفي منهج الله وسائر ويكون سائرا على طريق الله سبحانه وتعالى. فمعنى هذا ما علاقته؟ علاقته أيها الأخوة الكرام بأني أنا الآن عندما أهتم بشأن القدس وأهتم بشأن فلسطين، كيف يكون اهتمامي وقد أكون والعياذ بالله أنا سببا في منع نصر الله سبحانه وتعالى؟ فالواجب أن أكون أنا سببا في نزول النصرة الإلهية، وأن يكون صاحب علاقة مع الله سبحانه وتعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال في كل الظروف. وهذه لابد أن تكون أيها الأخوة الكرام دعوة حقيقية وتغيير في مستوى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مع جميع المسلمين. وهذه الأحوال الحقيقة لابد الإنسان يتخذها فرصة للمراجعة، فرصة للمراجعة وفرصة للمحاسبة. هذه الأحوال التي تحصل وهذه يعني الحروب وهذا القتال والدهشة التي تحصل وقوة يعني تسارع الأحداث يجعلها الإنسان العاقل فرصة لمراجعة نفسه ومحاسبة نفسه والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، كما تقدم والكلام مترابط بعضه ببعض. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات المتقين في بدايات سورة الأنفال، قال بعض أهل العلم بعض المفسرين قال ذكرها الله سبحانه وتعالى بيانا بأن هذه الصفات هي السبب الحقيقي لاستجلاب نصرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في مطلع سورة الأنفال إنما المؤمنون، ويتكلم عن المؤمنين الذين يستحقون النصر، يتكلم عن جيل النصر، يتكلم عن الجيل والفئة التي تستحق نصرة الله سبحانه وتعالى. فإنما المؤمنون بطريقة الحصر هم أصحاب الإيمان وعلامات لهم أصحاب الإيمان المرضي عند الله. فأنا عندما تمر علي هذه الآيات، عندما تمر علي الصفات، تمر علي الصفات أيها الإخوة الكرام حتى أتأسى بها وأنتبه أين أنا من هذه الآية. وهذا في الحقيقة معنى التدبر. التدبر ليس معنى غامضا في النفس، ليس معنى غامضا بأنك لابد أن تكون على مستوى عالي من معرفة يعني غريب القرآن الكريم وأن تكون ملما بجميع معاني الآيات، لكن التدبر وإن كان هذا بطبيعة الحال يعين، لكن التدبر المفروض الواجب هو أن ترى أين أنت من الآية، أين أنت من أمر الله، أين أنت من هذه الصفة التي ذكرها لمن يحبهم، وأين أنت في بعدك أيضا عن الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لمن يبغضهم. إنما المؤمنون الذين في مطلع الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم علامة وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذن المؤمنون حقا هم المؤمنون أصحاب الصفات، أصحاب الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وهكذا عند ذكر الله صفات المتقين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صفات بتحصيلها يتصف الإنسان بأن يكون تقيا، فهي حاجة للنصر
وهي كما تقدم في المقدمة في البداية هي ضرورة لي أنا قبل كل شيء حتى أنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. لأن بغير التقوى أيها الإخوة الكرام لا فلاح ولا نجاح ولا فوز ولا سعادة للإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل الطرق وكل الوسائل وكل المناهج لا سعادة فيها ولا فوز إذا كانت مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا أتحصل على التقوى لكي أنجو قبل كل شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى وأستجلب سبب السعادة في الدنيا وفي الآخرة.